هذه هي السلفادور، أصغر دول أمريكا الوسطى مساحة وأكثرها سكاناً وأخطرها ومن أشدها عنفاً. وهؤلاء 10,000 جندي سلفادوري بكامل عدتهم وعتادهم يحاصرون بلدة صغيرة لمواجهة العصابات، عصابات قوتها بقوة الدولة. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. 6,500,000 نسمة في السلفادور يعيشون حرفياً تحت سطوة تجار المخدرات، عصابات تسيطر على البلاد، خوف، عنف، جريمة، كل ذلك بسبب المخدرات. عام 2021 فقط سجلت السلفادور 1,147 جريمة قتل بمعدل 18 جريمة لكل 100,000 نسمة، كما سجلت أكثر من حالة اغتصاب. وصدرت قوة الجيش والشرطة أكثر من 1,600 سلاح ناري، 2,000 مركبة، وألاف الهواتف النقالة، و1,200,000 دولار. مارا سلفاتروتشا وباريو 18 وغيرهما من العصابات التي يزيد عدد أعضائها على 70,000 شخص، تخصصت في جرائم القتل والابتزاز وتجارة المخدرات. الدولة شنت فعلاً حرباً حقيقية ضد عدو داخلي. خلال أسبوعين فقط من شهر مارس عام 2022، السلطات السلفادورية تلقي القبض على أكثر من 9,000 شخص من المنتمين لهذه العصابات، بعد حالة طوارئ أعلن عنها الرئيس نجيب بوكيلا إثر ارتفاع كبير في جرائم القتل، بلغ ضحاياه 87 شخصاً خلال يومين فقط. أما في بلدة سويابانغو، معقل العصابات وحصنها العتيد التي يبلغ عدد سكانها نحو 242,000 نسمة فقط، فقد طوقت 10,000 شخص من العسكريين ورجال الشرطة حاملين أسلحة ثقيلة وخوذات وسترات واقية من الرصاص، وصلوا عبر مركبات حربية في الأول من ديسمبر عام 2022 لتفتيش البلدة منزلاً وإلقاء القبض على أعضاء العصابات المطلوبين للعدالة. Esto marca un antes y un después en las políticas de los gobiernos anteriores y que por supuesto la valentía de nuestro presidente Nayib Bukele y la fortaleza de este gobierno del presidente Nayib Bukele, nosotros venimos aquí a Soyapango a liberar a millones de salvadoreños que viven en este municipio, contrario a lo que ellos hicieron, que fue entregarle los municipios, declarar municipios santuarios. بلدة سويابانغو هي الأولى التي تتم محاصرتها بهذا الأسلوب الحربي في السلفادور، وستتبعها العديد من البلدات التي تشتهر بسطوة العصابات وسيطرتهم عليها حسب تصريحات للرئيس السلفادوري. Consiste en la extracción de todo delincuente que pueda quedarse escondido acá en el municipio de Soyapango. Nosotros estamos acá para garantizarle la seguridad a la población honesta, trabajadora, honrada. الشرطة في السلفادور أوقفت نحو 58,000 شخص من المنتمين للعصابات خلال 8 أشهر فقط منذ إعلان حالة الطوارئ، كما أقر البرلمان قوانين رفعت مدة العقوبة القصوى للانتماء إلى إحدى العصابات إلى 45 سنة. ويعاقب القانون السلفادوري ناشري رسائل العصابات في وسائل الإعلام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. هذه الخطوات الأمنية غير المسبوقة دعت السلطات هناك لبناء سجن ضخم في وسط البلاد يتسع ل40,000 مجرم. ما يحصل في السلفادور يعكس حالة تشهدها معظم دول أمريكا اللاتينية، حيث تنتشر عصابات الجريمة والمافيات الخطيرة. بعض هذه العصابات لديها قوة مذهلة تشبه قوة الدول، دبابات، طائرات، حتى غواصات. فلمن الغلبة ستكون؟ لها أم لسيادة القانون؟